معايا الان معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعه. معالي الوزير مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عمر بحضرتك وبالساده المشاهدين مرحبا. هل صحيح انتم تنوون ترجمه معاني القران الكريم الى اللغه العبريه؟ اولا نحن مطالبون ان نخاطب العالم اجمع بلغاته، ولدينا حركه واسعه للترجمه، ووزاره الاوقاف المصريه كانت سباقه في ترجمه معاني القران الكريم الى العديد من اللغات. والعام الماضي أضفنا بعض الترجمات الجديدة، منها ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية وطبع بالفعل ويتم توزيعه الآن، وإن شاء الله خلال أيام محدودة سنكون انتهينا من تسليم ترجمة معاني القرآن الكريم للغة اليونانية للمطبعة، ويقوم فريق عمل متخصص على ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الهوسة. فنحن نتوسع في الترجمة، وبالنقاش مع عدد من المثقفين والزملاء من مختلف دول العالم أكدوا أن ما نال ترجمة معاني القرآن إلى اللغة العبرية من بعض المستشرقين الذين قاموا بالترجمات من تحريف سواء كان مقصودا أو كان ناتج عدم الدقة كبير جدا، وأن هناك عدد حتى أن بعض الناس أكد أن عبر مواقع البحث الدولية البحث عن الترجمات العبرية كثير يبحث عن الترجمات العبرية، فكان لابد أن تكون هناك نسخة مدققة للباحثين لمن يريد أن يطلع، سواء من يتعلم العبرية أو حتى الباحثين. أنت عارف في كل دين وفي كل هناك من يكون متدين، وهناك من يكون مفكر، وهناك من يكون منصف، وهناك من يقرأ بكل اللغات، فكان لابد أن نضع ترجمة دقيقة لمعاني القرآن من خلال فريق متخصصين من أساتذة قسم اللغة العبرية، وإلا فلماذا أنشأت كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر قسما للدراسات الإسلامية باللغة العبرية؟ من سيستهدف؟ أنت لابد أن تعرف كل اللغات وأن تخاطب وأن توصل وجهة نظرك، والهدف من هذه الترجمة تصحيح الأخطاء أو التحريفات التي لحقت بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العبرية، لعلك تجد مفكرا أو كاتبا منصفا يأخذ الترجمة من معدنها الأصيل. معالي الدكتور، يعني أنتم يعني تأكدتم أنه فيه الترجمة الموجودة باللغة العبرية لمعاني القرآن الكريم ترجمة مغلوطة فيها أخطاء، هل تأكدتم من ذلك؟ يعني هذا من خلال أساتذة اللغة العبرية المتخصصين. وهذه الترجمات يعني كانت صادرة من أي دولة؟ من إسرائيل؟ أنت يعني هم يعني أضرب بذلك، يمكن حضرتك تعقد أو تستضيف بعض المتخصصين من أساتذة الدراسات الإسلامية للغة العبرية، لكنهم أكدوا أننا في حاجة إلى ترجمة، وهم الذين قدموا لنا مشروعا لترجمة القرآن الكريم للغة العبرية، وما زال يتم تشكيل الفريق الذي يقوم بالترجمة. وعلى وجه التحديد اللي قدم لنا المشروع الدكتور سعيد عطية عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الأسبق، وهو الآن يعد الفريق ل يتم اعتماد الفريق ثم يبدأون في الترجمة. فالمشروع مقدم من عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق. نعم، طبعا معروف أنه يعني العرب الموجودين داخل ما يسمى بالخط الأخضر في إسرائيل يعني عددهم كبير جدا بالملايين، وهؤلاء أيضا يدرسون باللغة العبرية في كل المراحل من الابتدائية إلى الجامعة، هل تعتقد بأن ذلك يساعد هؤلاء على يعني فهم معاني القرآن الكريم باللغة العبرية التي يعني هي تعتبر لغة أساسية عندهم؟ سبق لنا وأن ترجمنا بعض الكتب بالفعل إلى اللغة العبرية، مثل كتب تجديد الخطاب الديني وبعض المقالات يتم ترجمتها إلى اللغة العبرية، ليعلم حتى العالم، ليعرفنا العالم كيف نفكر. سماحة ديننا، نحن مطالبون بأن ننقل الصورة الحقيقية لديننا والفكرين الوسطي المعتدل ولحضاراتنا الإسلامية الراقية للعالم كله بكل لغاته. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير وزير الأوقاف دكتور محمد مختار
جمعة. شكرا جزيلا.